على هاي الانفراستراكشر والتكنيكال فاسيلتيز فيري ادفانسد تير 2 ده التقنيات لحتى ان نجيب فرص. The first Palestinian master. اليوم الأكتر إشي اليوم العالم التكنولوجي هو الكلاود. فاليوم جينا عملنا ورشة عن الكلاود. شرحنا شو البلاتفورم اللي إحنا بنعطي, شو التكنيكال السيرفيس التقنيات والخدمات اللي مايكروسوفت تعطيها بعالم الاي اي البيج داتا ديفوبس, وكيف البروغرامر اللي هم مبرمجين يستعملوا البلاتفورم اللي هي الخدمات والتطبيقات الموجودة بأجور كلاود. الكلاود اللي ما مش عارف شو هو, انك تستعمل الكمبيوتر اللي عندك الحاسوب بدل ما يكون عندك موجود بقى بحطوه محل بعيد وانت بتستعمله بطريقة ريموت من بعيد. اليوم كنا بالروابي وحكينا مع ستارت ابس ومع شركات ناشئه وجربنا نساعدهم ونطور لهم قدراتهم بكل هذا العالم اللي اسمه الكلاود عشان يقدروا يبنوا منتجات كتير حلوة وكتير قوية وكمان تقوي المجتمع الفلسطيني. المتواجدين كتير تفاعلوا معنا بما انه هذا كتير موضوع كتير مهم وشيق وجديد, فالكل يمكن قسم من الناس بعدها في اشياء اللي هي جدا جديدة الهن, اما اغلب الناس كتير اندمجت واكيد انا متأكد انه راح تاخذ الشغلات اللي حكيناها تفحص عليها اكتر وبتعمل على الموضوع وتشتغل فيه. اليوم سمعنا في وركشوب حتصير في روابي مايكروسوفت بوت كامب هي عن البزنس والتكنولوجي. اول يوم البزنس غطى يعني استفدنا كثير شغلات, انه غطى شغلات الاساسيه لاي بزنس, كيف انك تبلش من مرحله التسجيل الشيء القانوني, تعمل تيم, بعد ما تاسس فريقك تحاول تعمل بزنس موديل, وبعد ما تخلص البزنس موديل تشوف هل البزنس موديل تمام ولا لا, وبعدين تبلش تطبق وتدخل على السوق. فهذا كان بما يخص اليوم الاول, فكان كثير مرتب واستفدنا عده شغلات. طبعا كواحد في هذا السيكتور سواء عن طريق هالت برايز او عن طريق انشاء ستارت اب من حوالي سنتين كان في شويه شغلات استفدنا منها. هلا بالنسبه لليوم الثاني اللي هو عن التكنولوجي كان بيغطي يعني هم المستقبل في التكنولوجي, بتحكي عن الاي اي الذكاء الاصطناعي, عن البيج داتا وعن الاي او تي. طبعا كانت هي معمول هذه البوت كامب برعايه من مايكروسوفت وكانت في روابي, فيعني استفدنا بهدول اليومين. وفشكرا لروابي لمايكروسوفت فور ستارت ابس لكل حدا للورلد بانك ساهموا في هذا, وطبعا كل الستاف اللي اشتغلوا وساهموا في انجاح هذه الفعاليه. على مدى يومين استضفنا فعاليه مايكروسوفت بزنس اند تكنولوجي بوت كامب اللي بيجي ضمن شراكه استراتيجيه مع الورلد بانك وبمشروعهم الاخير اللي هو اي بي اس دي لتطوير القطاع الخاص بطريقه ابداعيه. وطبعا روابي هي حاضنه للإبداع وللريادة وللتكنولوجيا وعم تتطور لتصير ريجنال تك هاب مش بس بالستينيان وان. إحنا حلقة وصل للبالستينيان إيكو سيستم والجلوبال وان, منجيب أحسن الفرص, منكون بوابة للشركات العالمية لتستهدف السوق الفلسطيني ولتنقل خبراتها في المجالات الترندينج للمجتمع هون. على مدى يومين كان اليوم الأول مخصص للبزنس, تناول المدربين مشكورين مختلف الموضوعات من ضمنها الليجل, فاينانشال, اتش ار, ستوري تيلينج, برودكت ديفلوبمنت اند ماركتينج بالنسبة للشركات الناشئة. الحضور كان عبارة عن الفاوندرز اوف ستارت ابس, سي اي اوز اند سي تي اوز. اليوم الثاني اليوم كنا سعيدين جدا باستضافة تو سبيكرز اند اكسبرتس فروم مايكروسوفت, شاركوا الشباب بمعلوماتهم التقنية والتكنولوجية عن اللي متاحة من ضمن مايكروسوفت طبعا, وكيف ممكن هاي التقنيات انها تساعد الشباب بتطوير شركاتهم الناشئة في مجالات او تكنولوجيا تريندينج مثل الانترنت اوف ثينج, انترنت الاشياء, وال كلاود كومبيوتينج اللي هي الحوسبه السحابيه. كمان عندنا في مختلف المجالات اي اي الذكاء الاصطناعي وغيره. كان لقاء تفاعلي عظيم, الشباب والمشاركين المبدعين والرياديين استفادوا جدا من الورشات, وانا متاكده انه هي بس رح تكون اول خطوه في علاقه استراتيجيه طويله المدى في مختلف المجالات بين مايكروسوفت وورلد بانك.